نأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الفاضلات في حلقة جديدة متجددة بإذن الله تعالى من برنامجكم مع دار الإفتاء. مع دار الإفتاء برنامج نجيب فيه عن أسئلة المشاهدين والمشاهدات عما يشغلهم في أمور دنياهم وأخراهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقهم لحسن السؤال وأن يوفقنا لحسن الجواب. ومن أراد الاتصال بنا فعلى أرقام هواتف البرنامج 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب، ويمكنكم أيضا متابعة البرنامج على أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 12.687 أفقي على النايل سات. أبتدئ هذه الحلقة أيها الكرام بسؤال الله عز وجل أن يعلمنا كما علم إبراهيم، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نبتدئ بسؤال الأخت فاطمة، تقول: يا شيخ، أنا اتهمت بسرقة، اتهمت أنا وأختي وسجن ابني، والله يعلم أننا مظلومين، يا شيخ أريدك أن تدعو أن يظهر الله عز وجل الحق وأن يخلفنا خيرا. هي سألت الدعاء، وحقها علينا أن نجيبها وأن ندعو الله عز وجل أن يكشف عنها هذه الكربة وأن يثبت براءتها هي وأختها وأن يخلفهم خيرا فيما أصابهم. والحقيقة بعض الناس يتسرع في التهمة وفي أمور كبيرة جليلة، والواجب على مثل هؤلاء أن يتريثوا، لأن حق المسلم ليس حقا ماديا فقط، بل منه ما هو حق معنوي. أن تتهم إنسان بالسرقة، أو أن تتهمه بالزنا، أو أن تتهمه بالسحر، وهو كثيرا ما يحصل في هذه الأيام، أن تتهمه بأنه ساحر، أو أن تتهمها بأنها ساحرة، أو أن تتهمه بشيء يعني ينفر منه الناس ولا يستقيم للإنسان معه بعد ذلك حياة اجتماعية سليمة. إذا اتهمته بالكذب أو اتهمته بالسرقة، كيف سيطمئن الناس إليه إذا جاءهم زائرا في بيوتهم؟ هذه التهم ليست أمرا سهلا ولا هينا، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه، وأن يربطه، وأن يلتزم العدل في كل شيء. من أظهر لنا صحفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقمنا عليه الحد. من تبين أنه قد سرق بأدلة ثابتة لا يمكن ردها، هذا نقول قد سرق. أما أن بمجرد الشك أو بمجرد الظن أتهم إنسانا بما هو منه بريء، فإنها جريمة لا تغتفر، جريمة كبرى، لأنها تتأثر بتلك التهمة حياة إنسان كاملة. يعني المسألة ماشي يوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين. فلان يتهم بأنه ساحر مثلا وهو ليس كذلك، كيف سيكون حاله في باقي حياته؟ الأمر ليس سهلا. فعلى الإنسان أن يعصم نفسه من الغلط نحو المسلمين، وأن أيضا يربط لسانه فلا يتفوه إلا بالحق أو يسكت، والله تعالى أعلم. لدينا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا شيخ حسن. آمين يا رب. الله يرحم والديك على البرنامج الطيب. آمين يا رب العالمين، آمين. عندي ثلاث أسئلة بسيطة يا شيخ حسن. نعم.
اولا اللهم اهلك اعداء الدين وحرر دوله فلسطين امين يا ارحم الراحمين وفرج على كل المسلمين امين امين. والصلاه اذا بطل اخرها بطل اولها. في بعض اصحاب المهن تلوث يا شيخ حسن. نعم. في بعض اصحاب المهن مثل اصحاب الورش بانواعها واصحاب المطاعم يأتون يصلون في المسجد بملابس العمل وهي متشبهه بروائح العمل. لنقدم النصيحه يا شيخ حسن. نعم. السؤال الثاني، الجلد والرجم هل هذه كفارة على ما فعله المذنب من المعاصي؟ السؤال الثالث، هل يختلف النظر بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية؟ وبارك الله فيك ورحمة الله أجمعين. نعم. يعني أعراض الناس ليست كلأ مستباحة للناس. أعراض الناس ليست كلأ مستباحة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة صلوات ربي وسلامه عليه خرج من مكة والتفت إليها، التفت إلى الكعبة وقال والله إني والله إني لأعلم حرمتك ولا أعلم عظمتك عند الله سبحانه وتعالى، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج وعاش في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه حتى جاء مكة أو الكعبة في السنة السادسة للعمرة فمنع من ذلك، واتفقوا على أن يأتي من عام قابل، فأتى في العام الذي سمي بعمرة القضية واعتمر طاف حول البيت ثم ذهب إلى المدينة ثم جاء إلى مكة فاتحا في السنة الثامنة الهجرة، ثم جاءها حاجا قبل أن يموت ب83 يوما فقط، قبل أن يموت ب83 يوما جاءها حاجا وطاف حول الكعبة وقال صلوات ربي وهو يطوف والله إني أعلم عظمتك وأعلم حرمتك، والله ما أطيبك وما أطيب ريحك، وأعلم حرمتك وعظمتك، ولكن دم المرء المسلم أعظم حرمة عند الله منك. ثم خطب في أصحابه في الخطبة التي قيل بأنها خطبة الوداع، فوقف فيهم صلى الله عليه وسلم وسألهم بعد أن قال هذه الكلمات، قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض، إن السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متوالية، وذكرها صلى الله عليه وسلم، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، وواحد فرد وهو رجب مضر. ثم سأل أصحابه أي بلد هذا الذي أنتم فيه؟ ظن أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه شيء أو وحي في هذا على أنه سيغير اسم البلد. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس هذا بلد الله الحرام؟ قالوا بلى. قال فأي شهر من شهور العام هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس هذا شهر ذي الحجة الحرام؟ في بعض الروايات أليس هذا هو شهر ذي الحجة الأصم؟ قالوا بلى. قال في أي يوم هذا؟ أليس هذا يوم النحر؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بحسن تعليمه وتدريسه أن يجذب انتباههم إلى خطورة الأمر الذي سيذكره. فدم المسلم حرام، بل هو أشد حرمة من الكعبة نفسها، وماله كذلك حرام بل حرمته أشد من انتهاك مال الكعبة نفسها، وعرضه كذلك حرام أشد حرمة عند الله عز وجل من انتهاك حرمة الكعبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأخذ يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها إلى أصحابه، وكانوا 10 و100 ألف من الصحابة، 10 آلاف و100 ألف يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومبلغ الصوت يبلغ.
ولذلك ليس من السوء بمكان أن تتهم إنسانا بما ليس فيه، خصوصا في مسائل تؤثر على حياته، تؤثر على حياته في المستقبل اجتماعيا وماديا. هذا الذي تتهمه بالسرقة، من يقوم بتشغيله الآن؟ أو ذاك الذي تتهمه بالسحر، من الذي يصحبه الآن؟ أو ذاك الذي تتهمه بالزنا، من ذاك الذي يصحبه بعد ذلك؟ هذه جرائم اجتماعية يجب على من يتسرع فيها أن يتقي الله عز وجل وأن يتذكر ما نتكلم عنه. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام في هذه الكلمات، قال صلى الله عليه وسلم وهو أراد أن يختصر الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، المهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل عنه الإمام مالك رحمه الله بلاغا أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعود إلى الأسئلة التي وردت على البرنامج. الأخ مالك الغرياني يقول: أريد أن أستلف مبلغ من المال من وكيل أشخاص، يعني هم يتامى وعليهم وكيل وصي، يعني أبوه متوفى. قال: ومالهم هذا الذي يريد أن أستلف منه ليس داخلا في معيشتهم في أكلهم وشربهم، لكن أنا محتاج وأريد أن أستلف، هل يجوز؟ أقول: لا يجوز هكذا، هذا الأمر الوصاية فيه لمن للوصي عليهم أو الوكيل المكلف، ولا يبقى الوكيل وإنما يقال الوصي. الوصي مأمور بأن يحافظ على أموالهم لمصلحتهم حتى إذا بلغوا وجدوها، لكن لهذا الوصي أن يتصرف في هذا المال وفق مصلحتهم وما يفيدهم. ولذلك منع كثير من أهل العلم استلاف أموالهم ونحو ذلك، لأنه ليس من حق الوصي أن يفعل هذا. لكن إن كان للوصي نظر يستدعي هذا الأمر لمصلحة الأولاد في لسبب من الأسباب، فلا بأس على أن يأخذ تحوطاته، والله تعالى أعلم. الأخ محمد يسأل يقول: ما هو الفرق بين الظالم اللي عارف روحه ظالم كما يقول هو يعني، والظالم الذي يحسب، أو خلينا نقوله بلهجة كيف ما كتب، الظالم اللي يحسب روحه يدير في الصح؟ يعني إيش الفرق بين الظالم اللي عارف روحه ظالم ومستمر في الظلمة، وبين الظالم وهكذا حكمت عليه بأنه ظالم وهو يحسب روحه ما يدرش في الظلم، يحسب روحه يدير في الصح؟ ثم ذكر السبب: أنا ظلمني شخص وسجني وهو يحسب روحه شاد مجرم، والشخص هذا قتل في المعارك، ونسأل الله أن يتقبل من الشهداء، هل كيف يتعامل ربي مع الشهيد؟ سأجيب عن هذا السؤال بعد أن استقبل اتصالا هاتفيا. أم عادل من طرابلس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا معين الشيخ حسن. تفضلي. والله يا شيخ أنا بنقول لك هيك عندي ولدي مش بارضية مش كويس معي. قلت لك عندي ولدي مش بارضية مش كويس معي. ابنك يعني عاق. تكلم. وهذه الحقيقة التي نتكلم عنها باستمرار، ليس من السهولة بمكان أن يحسن إليك إنسان حتى إذا بلغت كشفت له أو قلبت له ظهر المجن كما يقولون، يعني عاش عمره وهو يربيك وينتبه إليك، يطعمك ويكسوك يغذيك، يشرف عليك عند المرض ويتابعك ساهرا الليل حتى إذا بلغت قلبت له ظهر المجن وكنت عاقا به. هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الذنوب. من أراد أن يعرف عظم حق الوالدين فليتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى: ما ذكر التوحيد في موطن إلا وذكر بر الوالدين خلفه. قال الله عز وجل: وقضينا، قال الله عز وجل يا بني إسرائيل، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه آية في سورة الإسراء.
يا بني إسرائيل اعبدوا ربكم. يا بني إسرائيل، الآية في سورة البقرة أيضا، وبالوالدين إحسانا. حيثما ذكر التوحيد في كتاب الله عز وجل ذكر خلفه بر الوالدين والإحسان إليهما. حتى نظم بعض الشعراء في هذا أبياتا من الشعر في ذكر أهمية بر الوالدين وارتباطه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائمها. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. الدنيا الآن واسعة لكن غدا ضيقة، لا بد من الإحسان للوالدين. حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال ولو كانا كافرين، قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة لقمان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هم كفار ويريدون من صاحب يريدون من ابنهم أن يكفر بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به سلطان فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لدينا اتصال هاتفي، الأخ صلاح من طرابلس. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا شيخ على رحمة والديك. تفضل. الله يفضل عليك. أنا عادة دائما يعني نصلي في ركعتين بعد الوضوء. بعض من الناس انكرها عني فما نعرفش. ما بنعرف هل هذا صحيح غلط أنا اللي نصلي ولا صح. أجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. فالمد الأوقات قالوا لي حتى بعد العصر ما عادش نصليها. تمام أجيبك إن شاء الله. الأخت سالمة من سرت. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلك شيخ. أهلا وسهلا بك يا شيخ. أنا جربتها تحكي والله يرحمه ويسامحه ما خشش علي لا يقول لي فاتحة وروح. خلاص مسكين توفى في الطريق هو. وما عرفتش قديش نضبط عليه هو، هلا ما عادش تواصلوا معايا الحمد الصراحة ما عادش واصلوني. صرت ألف أخوه هذا حتى متصل بي ما بغاش يرد علينا معناها ما عرفتش كيف. هو قرا الفاتحة. المأذون عند المأذون الشرعي عند كبير عند المأذون الشرعي. ما حدش علي يا شيخ ما قربيش. اي فهمتك بس جاوبيني على السؤال. جاوبيني الله يسلمك. نص العده شهرين و تسمعي فيا؟ نسمع فيك شيخ. قرا الفاتحه بالمأذون الشرعي يعني؟ يا بالمأذون الشرعي. اي باه اجيبك ان شاء الله تعالى. ماشي بارك الله فيك. اسمعي. الأخ سليم من مصراتة يسأل عن المهن وأصحابها يصلون في المسجد بملابس العمل. يأتي الموظف الذي يعمل في هذه المهنة مهما كان نوعها مثلا ويأتي بملابسه التي تفوح منها الروائح ليصلي في المسجد، فما حكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أكل من البصل والثوم الذي تفوح رائحته، وهذا في من أكله نيئا، ألا يؤذوا المسلمين في المساجد، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فمن أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا لا يؤذينا في مسجدنا، هكذا في صحيح مسلم، من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا لا يؤذينا في مسجدنا. وأيضا قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالإنسان إذا يعني دخل إلى المسجد وآذى من بجانبه في المسجد فليعلم أنه آذى المسلم وآذى الملائكة أيضا. ولذلك نص الفقهاء على أنه للإنسان أن يتغيب عن صلاة الجماعة إذا أكل بصلا أو ثوما. وليس المراد البصل والثوم فقط لا، ولكن المراد أنه أكل شيئا يخرج رائحة تؤذي من بجانبه، وهذا يشمل هؤلاء أولئك الناس الذين لا يغيرون جواربهم ولعلهم يمسحون عليها، فمع العرق مع الماء تكون الرائحة كريهة جدا حتى ينقطع نفس الإنسان بجانبه. أو ذاك الذي لا يقوم بالنظافة فتفوح منه رائحة العرق المنتن، وليس العرق المفاجي بل العرق المنتن الذي له ساعات وأيام حتى ينقطع نفس الإنسان بجانبه. هذا ليس من الطاعة، هذه أصبحت معصية وليست طاعة. الصلاة صحيحة لكنه آثم بإيذائه للناس. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يراعي المصلين بجانبه بأنه من أكمل الناس إيمانا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أو أكملكم إيمانا ألينكم مرافق في الصلاة.
ذاك الذي لما يضع مرفقه في خاصرة صاحبه ويصبح كالخشبة لا يتحرك مؤذي، هذا ليس من علامات الإيمان. الذي يميل مع صاحبه ويلين معه ويتحرك بحركته حتى لا يؤذيه، ذاك أكمل المؤمنين إيمانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان الذي قد جاء وعليه شيء يؤذي الناس برائحته أو يلوث المسجد بنجاسته، عليه أن يبتعد عن المسجد. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ما إيش فرض عليك يا أخي؟ تجي أنت للمسجد وملابسك ريحتها كريهة جدا أو مليئة بالدماء أو بالأوساخ لتلوث المسجد، فهذا ليس من الشرع في شيء، والله تعالى أعلم. أيضا السؤال الثاني يقول: هذه الحدود من جلد ورجم هل هي كفارة عن المعاصي؟ نعم أخي الكريم، هذا هو نص القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل، وهو شرع لنا لأنه جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى على صيغة الاستقرار الإقرار. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحدود كفارات. فالإنسان إذا أقام بشيء ما وأقيم عليه الحد في الدنيا، يلقى الله سبحانه وتعالى دون حساب على هذه الخطيئة التي أقيم عليه الحد فيها، لأن عقابه في الدنيا قد أخذه وليس له فيها عقاب في الآخرة، لأنها تمحو ذنبه وخطيئته. وعلى هذا جماهير أهل العلم. السؤال الثالث الأخ سليم من مصراتة يقول: هل يختلف النذر بين الأمور الدينية والدنيوية؟ نعم، النذر إن كان في طاعة فهو واجب التنفيذ، وأما إن كان في غير طاعة فلا يلزمني وليس في، بل لا يقال نذرا. فلو نذر الإنسان مثلا نذر أن لو حصل كذا أن يلبس كذا، لبس هذا النوع من اللباس ليس من الطاعة، إذن هذا النذر لا يلزم الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا في طاعة، في طاعة في عبادة لله سبحانه وتعالى. وقال في الحديث كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. فالنذور إن كانت في طاعة يلزم الإنسان أن يفي بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال مادحا أهل النذور في الطاعة، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر في الطاعات وليس في غيرها، الله تعالى أعلم. نعم، الأخت أم عادل، يعني الحقيقة الموقف صراحة يعني مؤذي جدا جدا. أرادت أن تسأل، بل أرادت أن تشكو ابنها يعق بها، ثم لم تستطع أن تتكلم. هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الذنوب. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في والديه، اللذان قد أنفقا أوقاتهما وأزمانهما حتى يكبر، حتى يبلغ، حتى يصبح إنسانا يمكنه أن يعيش في هذه الحياة الدنيا. هذا العمر الذي أفنياه في خدمته، ألا يستحق منهم عليه شكرا أو برا أو إحسانا؟ أي جحود أكبر من هذا؟ ذاك الذي أخذ أمه وأخذ يطوف بها حول البيت، والتقى بابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أرأيت أني قد أوفيتها حقها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. تلك الآلام التي تشعر بها عند الإنجاب، هذا الذي فعلته وطفت بها حول الكعبة لا يغني عن ذلك عن طلقة واحدة من طلقاتها أثناء الولادة. حملته في بطنها 9 أشهر، وأرضعته 2 سنين من صدرها حتى أخذ قوة عظامها، وربته حتى كبر، ثم ينبو عنها وينظر إليها شزرا. نسأل الله العفو والعافية. ننتقل إلى فاصل إعلاني ونعود بعده إن شاء الله تعالى.
نستأجرهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. هناك ضخ إعلامي رهيب وهو أن دار الإفتاء لا تريد الصلح وإنما يهمها إراقة الدماء فقط والمفتي يعني يتكلم عن الدماء ولم نسمعه مرة يتكلم عن المصالحة. رعت دار الإفتاء في سنة 2012 وكان يعني كانت المصالحة بين غريان والأصابعة عندما صار هناك اقتتال رعت دار الإفتاء الصلح وكان في ذلك الوقت الرئيس عبد الرحيم الكيب رحمه الله والشيخ هو الذي رعى الصلح ودعا رئيس الوزراء ودعا وفدا من الأصابع ومن غريان وتم الصلح في مقر دار الإفتاء. دار الإفتاء أيضا ساهمت في الصلح بين ورشفانة والزاوية وبركته بارك الشيخ المفتي في لقاء متلفز ما حصل بين الزنتان ومصراتة من صلح وحث الليبيين على الاستمرار في هذا النهج وحثهم أيضا على رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين لأن سبب المشاكل التي تتطلب صلحا بعد ذلك هو يعني إيواء المجرمين فنصر أخاك وهو ظالم هو أن تكفه وتردعه عن الظلم وترفع الغطاء بميثاق شرف تتفق عليه كل مدن ليبيا بأنهم لا يناصرون مجرما ولو كان ابنا لمن وقع على هذه الوثيقة. فأيضا ساهمت ورعت وباركت دار الإفتاء الصلح الذي حصل بين الزنتان والمشاشية في الشقيقة كل ذلك أو مصراتة وتورغة بل قال الشيخ هذه هي المصالحة الناجحة التي لم تتدخل فيها بعثة الأمم المتحدة. كل المصالحة قامت على يعني عدم رعاية من الأمم المتحدة قامت على أسس سليمة استمرت ناجحة إلى الآن لكن المصالحات الفاشلة التي كانت لأسباب سياسية كما نرى الآن مثلا من ممن رعى الصلح بين مهجري بنغازي وحفتر الحقيقة أنا أنظر إليه بمنظور أن المخابرات المصرية يعني ضحكت على هؤلاء وأرادت أن تلمع حفتر من خلال تمرير هذه المصالحة وهم عندما فاجأهم حفتر في 4/4 قالوا خاننا حفتر وخدعنا حفتر فلا أدري أي سياسة ينطلقون منها. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها قد عدنا والعود أحمد إلى أسئلة المشاهدين والمتابعين لنجيب عن باقي الأسئلة. الأخ صلاح من طرابلس يقول كنت أصلي ركعتين بعد الوضوء إذا توضأت أصلي ركعتين فبعض الناس أنكر علي هذا فهل ما فعلته صحيح أم غلط؟ لا ما فعلته صحيح وهناك سنة تسمى سنة الوضوء وهي على قول نعم أستقبل اتصالا هاتفيا لأخ إدريس من طرابلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. حياك الله شيخنا الفاضل. حياك الله فيك. أهلا وسهلا. يلا جميع مشايخنا الفاضل إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. حيا الله الأخت العلي إن شاء الله الفريق المصاحب ليكم. آمين. آمين يا رب. يا شيخ تكلمت بسئلاتك هذه عن حقوق الوالدين. نعم. يعني بالنسبة لحقوق الوالدين أنا لي سؤال عليه. سؤال عليه أن هذا أخ والديه طبعا وفرض أن هذه مثلا والدته أو والده. يعني على الجميع أنا أتكلم مش بخصوص على المرأة اللي تكلمت راه يعني وتوفت وبعد فترة هو زي ما نقول إحنا ضربة إحنا نقول ضربة شهد العقل لكن هو ضربة شهد العقل هو زعمي تبي بيتوب وبيستغفر وبي هل ينفع هذا الكلام هذا أو لا ينفعه يعني فهمت سؤالي أنت والله ما فهمت سؤالي يعني هل الرجوع من قريب والله بعد ما يعني هو أداهم في 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 الحياة الدنيا واضح ولا واضح. وبعد ما توفوا يعني ما عاد بنكمل عليها انا ما عاد تكترت من المراه اللي راهي اللي قاعد تبكي يعني. ايه واضح سؤالي ولا يا شيخ؟ واضح واضح بارك الله فيك. اهلا وسهلا. الاخ عبد الله من عربان. الاخ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللهم انصر المجاهدين في غزه. امين امين يا رب. بارك الله فيك.
وفيك بارك. صار نقاش، صار نقاش الشعب اليمني زي ما تقول جاء مع هذاك بالمسيره بالمظاهرات وبالضرب السفن الصهيوني. فبعض الناس يقولوا لا هذا تبعي الحوت تبع ايران. شو قلنا لهم؟ هذا هذا مجوم على الضعفاء مع المظلومين مع مسلمين غزه. ايه والامارات جايه مع الصهاينه وامريكا. ربي ينصر المسلمين اكيد. امين 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 يا رب العالمين. امين. الله وفيك بارك، وفيك بارك. نعم. الاخ يوسف من بنغازي. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم واصطفى الله ان ينصر اهلنا في غزة. امين امين يا رب العالمين. امين. والله انا في صلاة العصر لحقت صلاة العصر الشيخ راكع وانا كبرت وركعت. في اثناء الركوع هو رفع من الركوع. هل تحسب هذه ركعة ولا لا؟ يعني أنت أدركت الركوع، يعني أدركت الركوع قبل أن يرفع أو في أثناء رفعي كنت قد هويت؟ أنا كبرت تكبيرة الإحرام وبعدين ركع بعدين ركعت أنا، وأنا بنركع هو رفع من الركوع. طيب وجيب هو عادة الإمام للأمانة يعني عادة مرات يرفع من الركوع بدون ما يكبر، يعني مرات يرفع وبعدين يقول الله أكبر. إيه؟ لاحظ عليه انا قبل يعني في الصلوات. تمام اجيبك ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. المهدي من الكفره. يا حسن اهلا وسهلا مرحبتين. حياك الله يا شيخ حسن. الله يحييك. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسلم يا شيخ. يسلم اهل الكفره جميعا. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي عن اجزاء من الانسان تقبع نتيجه مرض او حادث سير او نتيجة الحروب يا شيخ. ايه كذلك الأجنة اللي تسقطها المرأة. هل تدفن ويصلى عليها أم ترمى في القمامة يا شيخ؟ ايه بارك الله فيك. ايه وجيبه إن شاء الله أجمعين. عبد الكريم من طرابلس. أخ عبد الكريم. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. بالله الأئمة هذين من في واحد طرابلس صراحهم يعني يردوا بالكم منهم، حاولوا يكذبوا شوية. يا شيخ ولا شن قلت؟ ما سمعتكش كويس. قلت لك الأئمة اللي في واحد طرابلس هي يعني غبيين مقصرين في حاجات، وجمع اللي فات طلب بينا واحد راس عريان فهمتوا؟ ايه 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 يعني حاولوا كيف يوعوهم شويه. ايه ان شاء الله باذن الله. ايه يحاولوا كيف يوعوهم شويه، والمواطنين راهم حتى هم مش يعني مش تخيب الكفاءه يعني. يعني حاول الاوقاف الدوعيه وديهم دورات ولا حاجه يعني. ان شاء الله ان شاء الله تعالى. ايوه صحيح. ان شاء الله ربي يسلمك. شكرا. نعم. يقول بأنني كنت أصلي ركعتين عندما أتوضأ، بعد الوضوء أصلي ركعتين، فقال هناك من أنكر علي، فهل ما فعلته صحيح أو خطأ؟ ما فعلته صحيح وهو يعني موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لبلال صلوات ربي وسلامه عليه: يا بلال إني سمعت خفقا عليك في الجنة، فما الذي تفعله يا بلال؟ قال: والله ما أفعل شيئا، لا أذكر أني قد فعلت شيئا، أو كما قال يعني، غير أني إذا توضأت ركعت ركعتين لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك. فكون الإنسان يتوضأ بعد الوضوء يصلي ركعتين هذا أمر طيب مبارك وليس فيه من الخطأ شيء، بل من أنكر عليك هو الذي قد أخطأ. وعلى الناس قبل أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر. كيف ننهى عن شيء هكذا وخلاص؟ يعني يعني الإنسان يقع أحيانا في قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يراه يصلي فينهاه عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا استفهام استنكاري في سورة العلق. ففعلك صحيح، وهذه الصلاة نافلة ولا تصح إلا في أوقات النوافل، فلا تصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تصلى بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس. فحكمها حكم النوافل التي يكره فعلها بين هذين الوقتين الذين ذكرتهما، والله أعلم. الأخت سالمة من سرت
تقول قرأ الفاتحة يعني عند مأذون شرعي، يعني عقد زواج رسمي، ثم ذهب وتوفي في الطريق. والعجيب أن أهله لم يتصلوا ولم يسألوا ولا. ما الذي يلزم لي ويلزم علي؟ يلزمها لها مهرها كاملا، إن كان قد سمي المهر فتأخذ مهرها كاملا وتعتد عليه 4 أشهر و10 وترث فيه أيضا، لها فيه الميراث إن كانت هي زوجته الوحيدة ولم يدخل بها، ولم يدخل بها لكنها زوجة له. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لم يذكر لا مدخولا بهن ولا غير مدخول. وهذه مسألة إجماعية، يعني أجمع العلماء على هذا. المرأة إذا عقد عليها الرجل ثم توفي قبل أن يدخل بها فهي زوجته، ومصيبة قد حلت عليها كما قد حلت على أخته وأمه وأبيه، أيضا هي مصيبة عليها، فترث فيه ولها مهرها كاملا، وأيضا تعتد عليه 4 أشهر و10 من يوم وفاته. هذا هو حقك أختي سالمة. أيضا الأخ إدريس يسأل، يعني أخذه الموقف من تلك المرأة التي أرادت أن تخبر عن عقوق ابنها وأن تذكر ما يفعل، فانقطع صوتها بالبكاء ولم تستطع أن توصل الرسالة في ظنها، لكنها وصلت دون أن تذكر الحقيقة، دون أن تذكر ما فعله ذلك الابن، وصلت رسالتها وافية بتلك الدمعات التي أسكبتها. يسأل إدريس يقول: من عقهما ثم بعد موتهما جاءه شاهد العقل كما يقول الناس والتوبة فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هل ينفعه هذا؟ نعم أخي الكريم ينفعه، رحمة الله عز وجل واسعة كما قال الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء حتى الكفر، تسع الرحمة حتى الكفر. إذا تاب الإنسان قبل الغرغرة، تاب قبل الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، من تاب قبل ذلك الله يقبله. وهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بها 100 قد قبله الله عز وجل ولم يركع لله ركعة، لما علم الله عز وجل صدق توبته وندمه وبدأه بالإصلاح. نعم، الآن ما الذي يفعله بعد موتهما؟ عقهما في أثناء حياتهما ثم بعد موتهما ندم، ما الذي يفعله؟ يكثر من الدعاء لهما، يكثر من الصدقة عليهما، يحسن إلى من يحبانهما في الدنيا، يكثر من دعاء الله عز وجل أن يصفح عنه. هذه أعمال جليلة، يجد الوالدين بإذن الله تعالى، يجد الوالدان، يجد تلك الأعمال التي عملها لأجلهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحاسب الله عز وجل عبده فيرى جبالا من الحسنات هي له، يقول: يا ربي هذه ليست لي، لا لم أعملها، يقول الله عز وجل: هي بدعاء ولدك لك، هي بدعاء ولدك لك. فكيف إذا جمع مع الدعاء الصدقة عليهما وكثرة الترحم لهما والإحسان لمن يحبانهما في الدنيا؟ يعني من البر أن تحسن إلى من يحبه والدك أو أمك في حياتهما، يحبان فلانا فأحسن إليه برا بهما. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. والله أعلم. الأخ عبد الله من العربان يعني أعجبني الحقيقة، دعا الله أن ينصر غزة ثم ذكر صورة نشاز توجد في الأمة الإسلامية الآن. قال يعني عندما تكلمنا عن غزة وأن هناك شعبا يمنيا قد خرج متظاهرا منكرا ما يجري بإخوته المسلمين في غزة، قالوا: لا، أولئك أتباع الحوثي. ما هذه الجهالات؟ هذه جهالات، يريدون أن يدخلوا الناس حتى في الخصومات، وهذا مسلم وذاك مسلم. إذا دعا داعي الجهاد ونادى منادي الجهاد، ما فكروا لهذا شيعي، لهذا سني، لهذا إخواني، لهذا سلفي، لهذا مذهبي مالكي، لهذا شافعي، لهذا أشعري، لهذا إيش هالكلامات هذه؟ هذا عيب أن ينطق به، عيب أن يفكر به. أجمع العلماء على أنه إذا دهم العدو الكافر بلاد الإسلام أن يتكاتف المسلمون جميعا، محسنهم ومسيئهم، صالحهم وفاسقهم، سنيهم وبدعيهم، الكل يتنادى ليصبح جسدا واحدا. سبحان الله العظيم، يعني كما قال بعضهم: لو قام الحريق في بيتك
وجاءت سيارة الإطفاء ليطفئوا هذا الحريق فتقف بينهم. أنت سلفي، أنت لا تطفئ الحريق، أنت شيعي لا تعين على إطفاء الحريق، أنت ما هذا؟ هذا جهل وخبل أيضا. وقت النصرة لأهل الإسلام والإيمان لا نسأل ما حالهم، هو مسلم صالح عليه الكافر أنافح عنه وأدافع عنه مهما كان أمره، لكن الحقيقة هو ضعف وجبن وخور يريد البعض أن يغطيه بمثل هذه الكلمات. سبحان الله، وصلوا حتى أن بعضهم لا يدعو لأهل غزة وكأنه قد فرح بما صنعته يهود بهم. نسأل الله العفو والعافية. هذا شذوذ وهذا نشاز، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. الأخ يوسف من بنغازي يقول: لحقت على العصر والإمام راكع، هكذا قال وكبرت، وعندما هممت بالركوع فبدأ الإمام يرفع، فهل تحسب لي هذه الركعة؟ لا، هذه لا تحسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مالك في موطئه، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. ما هي الركعة؟ اختلف فيها، هل هي الركعة بسجدتيها أو مجرد أن يدرك مع الإمام الركوع؟ جمهرة العلماء، علماء الإسلام، على أنه إذا أدرك ركعة الركوع فقط مع الإمام فقد أدرك الركعة بأكملها، لكن بشرط أن تركع وتصل موطن الركوع قبل أن يرفع الإمام، فإذا رفع الإمام قبل أن تدرك الركوع فأنت لم تدرك الركعة. إن كنت في جماعة فلا تدرك الركعة إلا إذا كان الإمام راكعا، فتدرك الركوع قبل أن يرفع. إذا أدركت الركوع ركعت قبل أن يرفع فركعتك صحيحة وقد أدركت بها تلك الركعة ولا تقضيها. أما إذا لم تدركه إلا بعد أن رفع فهذه لا تحتسب لك ركعة، وإذا سلم الإمام قم وأتي بالركعة التي قد فاتتك، والله تعالى أعلم. الأخ المهدي من الكفرة يقول، أستقبل اتصال هاتفي. الأخ عبد السلام من طرابلس، تفضل أخي عبد السلام. أخي عبد السلام تفضل. أهلا وسهلا بك شيخ. أهلا وسهلا بك يا شيخ. أنا كنت في جمعية استهلاكية. كنت أشتغل في جمعية استهلاكية. والناس في السنوات الأخيرة صار فيها عجز. وأبلغت اللجنة بتاع الجمعية أن الجمعية فيها عجز. قالوا لي لا توقع فيها وكذا، واحد مش عارف شنو، وإحنا عندنا مشاكل مش عارف شنو. قعدت فيها لكن في الأخير وجدت بنسلمها. قالوا إذا بدك تسد العجز هدايا. أنا طبعا قلت لهم كيف، أنا أنت ما أعطيتوني وعد كذا واحد توقف تقول لي سد العجز تو. قالوا لي تسده. قلت أنا بضاعة يعني معدومة، بضاعة معدومة وحسبتها من المبلغ هذا. ما نعرفش هل هذا حلال ولا حرام، وإذا كان مثلا تقول مثلا لازم تسدد المبلغ هذا جمعية تقت، ما نعرفش وين سدد أنا تو. إيه أجيبك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. الأخ المهدي من الكفرة يقول، يسأل عن أجزاء تقطع من المرأة من الإنسان بسبب عمليات، مثلا هذا بترت رجله وذاك قطعت أصابعه وذاك استخلصت كبده مثلا، وكذلك الأجنة الذي يحصل مع بعض الأجنة من السقط، هل يدفن أو يرمى في القمامة؟ لا، هو يدفن أخي الكريم، رميه في القمامة ليس أمرا صالحا، وليس لأجل أن يعني الدفن في يعني يتطلب تكفين وتغسيل، لا ولا يصلى عليه جنازة أيضا، لا يصلى عليه. السقط قال النبي صلى الله عليه وسلم السقط يعني لا يصلى عليه كما جاء في بعض الأحاديث، وهو وإن كان فيه كلام لكن عموم أهل العلم على هذا المعنى أن السقط لا يصلى عليه حتى ولو أنجبته ميتا مستوفي الأركان والجوارح وموجودة كلها، ولكنه لم يصرخ وإنما ولدته ميتا، فلا يلف في خرقة ويدفن فقط. وكذلك أعضاء الإنسان
وكل السقط يدفن، يلف في خرقة ويدفن. هذا من كرامة الإنسان أولا من بعض أجزائه، ولا تصح صلاة الجنازة إلا على مكتمل الأركان أو على من وجد فيه أكثر من ثلث، أو بعضهم يقول أكثر من ثلثي البدن. وأما إذا كان هو حي، إنسان حي وقطعت رجله، فهذا لا يصلى. هو حي، هو حي، ذاك عضو أزيل بسبب من الأسباب فيلف ويدفن فقط، والله تعالى أعلم. الأخ عبد الكريم يسأل يقول، هو ليس سؤالا وإنما هو تنبيه، يعني يقول هناك بعض الأئمة لا يلتزمون بآداب الإمامة وأحكامها، يعني قال بعضهم قال صلى بدون ما يغطي رأسه. هو الحقيقة يعني تغطية الرأس من فضائل الصلاة، تغطية الرأس من فضائل الصلاة، وهذا يرجع الحقيقة إلى عادات الناس وأعرافهم. لم يكن كشف الرأس من عادات أهل البلد، بل كل بلاد الإسلام كلهم كان لابد أن يغطي رأسه. وأدركت بعض البلدان إلى زمن قريب أدركتهم وهم يستحي الإنسان أن يخرج دون أن يضع شيئا على رأسه. وهذا عبد الله بن عمر مر على غلامه نافع وهو يصلي في حجرته، مر عليه وهو يصلي حاسنا رأسه، معلش شيء على رأسه، قال أكنت تخرج للناس هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتجمل له. يقصد قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. ولذلك كان من فضائل الصلاة أن يضع الإمام والخطيب شيئا على رأسه يستره. فينبغي للأئمة أن يهتموا بمثل هذه المسائل، وحتى لا يدخلوا على الناس تشويشا في صلاتهم وفي عباداتهم. وعلى هيئة الأوقاف أن تتابع هذه الأمر، لأن الأمر تابع الأوقاف، هيئة الأوقاف هي المسؤولة عن المساجد وعن الخطباء وعن الأئمة، فعليها أن تعمم عليهم بمثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. الأخ عبد السلام من طرابلس يقول كنت في جمعية استهلاكية، وهذه الجمعية الاستهلاكية في السنوات الأخيرة حصل فيها عجز، فأبلغتهم بأنه قد حصل فيها عجز، فقالوا الآن ابقى في المكان ولا تتخلف وكذا ولدينا مشاكل. ثم لما جاء وقت غلق الجمعية أبلغته اللجنة بأن عليه عجز وعليه أن يسدد. لكي يغطي هذا العجز كان عليه أن يدفع المال ليغطي العجز، لكنه الحقيقة لم يدفع المال، بل ذهب إلى بضاعة مستهلكة معدومة واحتسبها من جملة المال حتى غطى بها العجز. هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحا، هذا تزوير وغش، وهذا حرام عليك أخي الكريم، أنت مسؤول عن هذه الجمعية، إذن عليك أن تسدد ما قد ضيعت فيه أو فرطت فيه. الآن لا تجد مكان، إذن عليك أن تأخذ هذا المال وتذهب به وتنفقه في مصالح المسلمين. الالتزام الذي عليك العجز احتسبه وأنفقه في مصالح المسلمين. والوقت انتهى، ولا أجد إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نوراً.